مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة ثانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا الأنبوكسينج. اليوم طلعنا برا، الجو حلو وجميل، هنعمل أنبوكسينج لواحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبع بوكسات. إذا ما عملتوا لايك قبل هاي الحلقات عشان تشوفوا الحلقات الجاي والحلقات الماضية، اعملوا لايك وسبسكرايب وشير وشاركوا مع أصدقائكم. وخلينا نبدأ. هنبدأ بهذا. هذا شريناه من ويش. ويش هو موقع صيني زي علي بابا وعلي الأمازون والشغلات اللي زي هيك. طبعا هذا اللي جواه. نفتحه كويس ونشوف شو هو هاي. هذه عبارة عن هاي عبارة عن زي اشي للشعر عشان نشف الشعر. طبعا حجمها صغير هيك، مش عارف كيف بيسووها. المهم بتسوي الشعرات انها تكون ناشفة. توقعت حجمها اكبر بس حجمها صغير. سعرها كان 4 دولار و 3 دولار الشيبينج، ف 7 دولار. تستاهل تستاهلش؟ مش عارف صراحة. طيب هنحط هاي البوكس. هذا من امازون. ايوه طبعا. سألوني ناس قديش عندك بوكسات، ليش هالقد بتشتري؟ احنا ما بنطلع، بنحاولش انه نطلع نهائيا. والشغلة الثانية، انا بجمع البوكسات لمدة 5-6 ايام في الدراج عشان الكوفيد بتعرفوا، فهيك بنكون احنا ان شاء الله بامان وسير. هذا في شغلتين، هذا الاول وهذا الثاني. خلينا نشوف شو فيهم. هون الوسخ. اوكي هذا الاول هو عبارة عن شنطة للبايسيكل عشان تحطها ورا. خلينا اوريك اياها. ورا البايك هيك، تمسك على البايك هون وهون، ومفروض انها عشان الاكل يعني، لانش بوكس او اي شيء. طبعا هاي هاي عشان الكفرت في الشتاء. اوكي شغلة حلوة. الماتيريال تبعها not bad. كبيرة شوية، حط فيها الأكلات والشغلات. طيب اللي بعد، لا هذا الزبالة حكينا عن هذا. عبارة عن مايكروفون
وكاراوكي، جهاز كاراوكي. طبعا هذا هو التلفون الميكروفون، تقدر تتواصلوا على التلفون تكتبوا هون، تقدر تعملوا لاود سبيكر، مايكروفون، ميوزيكال اكومبنينتس، تقدر تحط موسيقى، تقدر تعمل ريكوردينج وريميكس. هذا هو عبارة عن هذا هو زي ما انتم شايفين هيك. هون بتحط الموسيقى تبعته، اوكي. بدو بيطفي هون. هذا مايك، شغلات هيك حلوة يعني، شكله حلو هيك. تيجي معاه هاي تنتين و اوكي، يعني اشي لازم نجربه ونحكي لكم. انا بدي اصوره لانه في واحد طلب مني اصوره، خلينا نصوره مع بعض. دي 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 دي. وهي كاميرا، وهي هيك جد. اوكي، طبعا الشغلات الحلوة هيك. هنحكي لكم عن هذا المايك. هذا المايك انا صراحة عجبني لانه بيساعدك. هلا هذا جاي يحفر، هلا طيب هذا بيساعدك انك تسوي كاراوكي في البيت. هذا البوكس، شوف شو هو هذا البوكس. هذا عبارة عن هذا كده الكاراوكي حقه $25. هذا عبارة عن air purifier، هذا بينقي الهواء من، هذا هو عبارة عن جهاز صغير بينقي الهواء من اي غبار، فيروسات، بكتيريا. الان مع اللي مر علينا في الكوفيد، طبعا انتم عارفين، يمكن تحضروا هذا الحلقه متاخره شوي لاني بنزل حلقات، بحاول انزل لكم كثير حلقات بس للاسف عندي كثير ماتيريالز فبحاول اخليها. anyway هذا عباره عن بيوريفاير، بسموه اير بيوريفاير، حقه $199 بواصل، و $199 ان شاء الله للصحة العامة مش غلط. هذا يعني نشوف شو هو هذا. هيك. اوكي. هذا عبارة عن ستريبس. اوكي. هذا صاحبنا هلا اجى يسوي لنا. هاي يا جماعة 50 منها، هاي ستريبس لعبارة عن أشياء ممكن تربطها مع بعض قوية. ممكن تعمل تنتين مع بعض إذا بدك، مثلا طول بدك تربط إشي على هذه. سعرها كان على الأمازون $8-9 تقريبا، 8-99، وفيها 50 قطعة. هذه أتوقع أنها مفيدة جدا. أوكي. هذا البوكس خلينا نفتحه. يلا. ملتي فانكشن بن. اوكي، هذا عبارة عن ملتي فانكشن بن. خلينا نشوف شو هو هذا. هذا عرفته. طيب هذا عبارة عن قلم بيعمل ريكوردينج، بسجل. بتقدر تحط فيه هاي الكبسة هون، وقلم عادي كده تحطه هون. زي ما انتم شايفين هون في كاميرا،
وبسجل صوت وصورة. شو الكواليتي تبعته للتسجيل على اللي مكتوب انه فول اتش دي او اتش دي مش فول اتش دي. بشكل عام يعني شكله بسيط، في جوا طبعا شوية شغلات، مفروض جاي معاه يو اس بي، وفي تبعون الاقلام مفروض في يو اس بي مش موجودة. anyway عندنا يو اس بي هالكتار، وفي قارئ اليو اس بي والكيبل تبع الشاحن، يعني شغلات بسيطة هيك. هذا كل اللي موجود في هذا البوكس. اللي بعده $40 هذا شو اسمه، شوفوا هذا البوكس جاي مكسر، هاي مشكلة. بس خلينا نشوف شو اللي جوا. لايت، هذا الضوء، هذا عبارة عن سوفت لايت يا جماعة، سوفت لايت انا شريته، هذا مهم جدا للإنارة. هذا بتحطه وبلف بضوي لك شو اسمه سوفت لايت، لايت بسيط. هذا كويس للي بيعملوا تصوير، جلسات تصوير، ف اتس ا جود برودكت. اوكي، بس البوكس تبعه للاسف جاي كسر، بس anyway. وهذا الاخير خلينا نشوف شو هو. بسم الله. طيب هذا يا جماعة عبارة عن ضوء، نحط هاي هون، عبارة عن ايش؟ ضوء مكتب، ضوء حطه على المكتب. هذا هو، هذا عبارة عن الكيبل تبعه، كيبل بيجي. هذا هو شكله، خفيف بسيط، شكله حلو. LED هون شايفينهم، و تسوي زي ما بدك. تقدر تغير المود تبعه، مش عارف لو بحطه هون الوايرلس تشارجر بصير شغلة حلوة يعني. فا anyway هذه الشغلات اللي كانت معنا اليوم، شايفين كتير كتير flexible، حط فيه زي ما بدك، تدخل وبتطلع. هاي الشغلات اللي كانت معنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. هاي شكله فوقيها، حطها جوا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. نراكم في حلقات قادمة. لا تنسوا اذا شفتوا اللايك لايكوا، اذا شفتوا الشير شيروا، اذا شفتوا السبسكرايب اعملوا. ونراكم، وسلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.